إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هل هذا حديث صحيح؟ لا يصل إلى درجة الصحيح، هو لا يصل إلى درجة الصحيح، لكنه حديث حسن كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فإنه أورد هذا الحديث وأثنى عليه. نعم.